ساروهان هونيل الممثل الوسيم وبطل المسلسلات التركية. لقد اشتهر هذا الممثل في العالم العربي بشكل واسع جداً، حيث فاز في استفتاء جماهيري لإحدى المجلات العربية واختير كأفضل الممثلين جاذبية وشعبية. الممثل الوسيم يجد صعوبة في المشي في شوارع الدول العربية، وقد اشتهر ساروهان هونيل بعد أن قام بدور البطولة في مسلسل وتمضي الأيام مع الممثلة ياشين بوبار وبوراك هاك. لقد أحبته الجماهير في هذا المسلسل بدور أسمر. Benim karşıma ezel diye niye sahte birini çıkarıp kandırdın? Beni öldürecek misin? Hadi. Hadi durma. ساروهان هونيل يمثل في مسلسل دوام العذاب وقد أصبح محط الاهتمام من جديد. يمثل ساروهان هونيل في هذا المسلسل دور ضابط شرطة، وقد جلب هذا المسلسل الاهتمام الشديد في العالم العربي منذ بدايته. Bugüne kadar gördüğüm en güzel gelin sensin. En yakışıklı damat da sensin. ساروهان هونيل جاء من عائلة فنية موهوبة احترفت الموسيقى والرقص. لقد حصل على احترام الجميع وجلب اهتمامهم بطبعه الجدي ونظراته الثاقبة وقابليته في عكس المواقف الدرامية بتعابير الوجه. لذلك فقد أثر ذلك في اختياره للأعمال التي يمثلها، وكذلك فهو يحصد الاحترام لحياته العائلية الجديدة، وبهذا فمن الملاحظ أن عشاقه العرب في ازدياد مستمر.